يحولوا هذا الانتصار السياسي إلى نجاح طويل الأمد، والنجاح طويل الأمد هو إقناع المجتمع أننا بإزاء حكومة مختلفة ستحقق شيئا للمجتمع في بضع ملفات على الأقل، ليس هذا يعني هذه القائمة الكبيرة من الملفات التي تم الإعلان عنها، يعني تنشيط الصناعة وتنشيط الزراعة وتنشيط القطاع العام ومكافحة الفساد وكذا. هذه حقيقة قائمة أمنيات طويلة رأيناها منذ 2005 ولحد الآن ولم يتحقق منها أي شيء. على هذه الحكومة إذا تريد أن تصنع فارقا وتوقف تدهور هذا النظام السياسي وربما نهايته أن تكون واقعية وتركز على ملفات قليلة لها أثر في المجتمع، ملف الكهرباء شيء من هذا القبيل، ملف يعني دكتور عقيل، دكتور عقيل يعني المناهج الحكومية السابقة اللي كانت تقرأ أثناء يعني التصويت بالبرلمان على الحكومة تحسها مو برنامج حكومي قدر ما تحسها منهج بحثي، بحث جاي يحط قضايا معرقلات لأي دولة ممكن أن تصلح لأي دولة ويجي يقول راح نحل هذه المعرقلات اللي يعني ما يختار. لا هي قائمة خداع، قائمة خداع. يعني هي حاجتي يعني إذا قدر ينجح بها أي رئيس حكومة خير وبركة يعني وراح يجدد وهو مرتاح يعني. وأنا أعتقد أن المجتمع متلهف أن يرى نجاحا في ملف أو ملفين. صحيح. ومستعد أن ينتظر على الأقل يشعر أنه أن هؤلاء جادون في شيء ما. أما تكرار قائمة الخداع السيادة والخدمات وتنشيط الاقتصاد ومكافحة الفساد والتي لن يتحقق منها أي شيء، هذا معناها أن الجماعة لم يتعلموا درسا من الأخطاء السابقة.